يا جماعة يعني أنا لو جبت الحين موضوع بقول رد على فلان أتجد إقبال كذا إلى آخره، قصة يا سلام هيبقى فيه إقبال على كذا. لا، المجال الفقه البعض بيشعر بالثقل فيه ويقول لك تقيل عليا شوي أنا بلاش. لا، ده أنا عايزكم اسمعوا الفقه وتعلموا الفقه. لا يمكن للعبد أن يعبد الله جل وعلا على جهالة، يعني العبد الذي يعبد الله على جهالة كبر عليه أربعة. ليه؟ لأنه مع احترامي يعني ممكن إنسان تجده قاعد بيصلي وكيت إلى آخر هذه الأمور، وآخر الليل يروح طبعا يعمل حضراته بتاع ويسجد للضريح ويدعو صاحب الضريح إلى آخر هذه الأمور. طبعا أنا طبعا بأتكلم بقول بالعذر بالجهل إلى آخره، ولكن أتحدث عن الطاعة وأتحدث عن صاحب الطاعة. يعني الفضيل بن عياض لما يقول إن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، إن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، معنى صوابا أي موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا أي لوجه الله جل وعلا، أي لوجه الله جل وعلا. يبقى الأول موافقا للكتاب وصحيح السنة، نعم حتى يكون صوابا، حتى يكون صوابا. أما إذا كان مخالفا للكتاب وصحيح السنة فأن له أن يكون صوابا، أن له أن يكون من دين الله جل وعلا. لا، احنا لسه ذكرين الآية بنقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثانيا العبادة التوقيفية، لذلك على العبد أن يتعلم. أيضا العبادة لا تختصر على العبادات التي فيها الركوع والسجود والدعاء وما شاء، لا بل هي أوسع من ذلك. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام وغيره اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن إلى آخر ما ذكر. ولذلك يا جماعة الأمر عظيم، والفقه ده جميل، مادة علمية طيبة مباركة. يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام العلامة ابن تيمية، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. خاصة نحن في زمان الآن اختلط على الناس فيه الحابل بالنابل والصحيح بالخطأ والعالم بالجاهل، بل بالعكس ممكن الجاهل تنصب له كيت وترفع له المنصات، يبقى هو الذي يشار إليه بالبنان، أما العالم فيكون مغمورا، أما العالم فيكون مغمورا. ولذلك يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. خلي بالك يقول لك هنا إيه الحتة دي، أنا عايز لفت الانتباه إليها كثيرا جدا لأنها بتفر من الكثيرين. اتخذ الناس رؤوسا جهال، أي صنع الناس تلك الرؤوس الجاهلة، الناس اللي بتصنع هذا. مش يقول لك شوف يا عم ده ربنا رضى عليه وجعله كذا وكذا وكذا، مين قال لك ده استدراج وسخط؟ لأنه لا يتقي الله جل وعلا. إن طب مين اللي صنعوا أنتم؟ سواء ما كان من أهل الكذا وكذا والرياسة والقدرة والمقدرة في بعض البلدان الغريبة والبعيدة، أهو مع احترام الناس الجهلة اللي عايزة واحد يبسط، يقول لك يا عم شيخ يعني تعرف يعني الأمور وبسط كده يا مولانا، وفي الأخير يقول لك يعمل منه مفتح أوي يا عمي، علقها في رقبة عالم وخرج منها سالم. يا واد يا ظريف، يا واد يا اللي بتفهم، تضحك على مين يا ابني؟ لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. على مين؟ إن كان البلادة اللي فيك دي والغتاتة وشغل اللي انت بتسميه استظراف هذا بينجلي على البعض من البسطاء والرعاع، لكن انت فين؟ ده انت هتروح تقف بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب في يوم يعني تكشف فيه الأستار وترفع فيه الأستار، والحكم لله الواحد القهار ولا يقبل فيه الاعتذار. ما عادش تضحك على مين؟ تتقف بين ايدين ملك الملوك ليس فيه محام بارع ولا قاض يقبل الرشا ولا كلام انت بتراه في الدنيا ده على الاطلاق. لا 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 لا, لا, لا. الحكم لمولانا لربنا جل وعلا، ولذلك الحكم هو ملك الملوك والسجن جهنم والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك دائما أقول يا جماعة ما تصنعوش الناس. يجي مثلا جماعة معينة على الساحة
عايزة تصنع لنفسها كذا وكذا زي الفرق القديمة كده، تقوم تلمع وبتاع شغل الإعلامي بقى وتدعم وتدفع فلوس في الفيس وفي النت. أنا بتعجب والله من اللي قاعد يدفع للفيس ويدفع لليوتيوب وكان ده عشان يدعم يدعم ويجيب مشاهدات وكده. يا أخي ده الأصل الإخلاص، الإخلاص الإخلاص. الواحد بيستتر بعمله ولا يدري هل قبل الله أم لا، وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده يقول لك شفت بقى عندي كم إعجاب، شفت بقى عندي أهو أبعت اعمل ابعت لفلان ويبعت كيت ويدفع كمان فلوس عشان يشتري عدم الإخلاص، عشان يشتري عدم الإخلاص. ولما تسمع بعض يقول والإخلاص وقال يا رجل يا رجل أين أنت يا أين أنت، انظر إلى نفسك. خلاصة المسألة يا جماعة زي ما بقول لكم تماما، لابد من الإخلاص، والإخلاص ما يكونش قائم على جهالة، قائم على العلم، قائم على قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكاية الناس تصنع لنا بقى يعني والعياذ بالله يعني فوضى معينة، يقعد يدي فتاوى الليل نهار يعني ما زي اللي بقول لك ايه يعني ما يطلبه المستمعون. عايز نقول لك ايه، حلال حلال قبل ما تنطق يا مولانا الى اخره، وانا عايشين في دين والفضائيات التجارية تشهد بذلك لانها تعد، بل احيانا نسمع اشياء ليست من دين الله جل وعلا، زي اللي يقول لك مثلا ده اخناتون ده كان النبي ابراهيم، يقول لك النبي ده النبي ادريس ده هو ابو الهول ده معمول يعني على اساس النبي ادريس الى واشحت حاجات لا حول ولا قوه الا بالله. ده يضرب في الاصول والثوابت، ده يشكك في ماده الدين، ده يبدا يضرب في الرموز، يبدا بانبياء الله جل وعلا وينتهي بالدعاء، ده الى اخر هذه الامور. وكثر من الذين دخلوا الدين في الاونه الاخيره لا إله إلا الله، ليسوا من أهله، يعني ما أقصدش أنهم غير مسلمين، لا لا لا، ليسوا من أهل العلم الشرعي، ليسوا من أهله. صعد المنابر أصنام ترمي بشرر من أفواهها. الواحد مش متخصص ولا عمره درس علوم شرعية كما ينبغي ولا أجيز كما ينبغي، وقال أي حاجة على الإطلاق لأ صوته جميل وبتاع، تم الشيعي بيطلع صوته حلو ويطلع وبتاع ويعمل الله، والصوفي اللي هو المدار والشوية اللي ضايع بيعمل، لا مش ده مش ده العلم على الإطلاق. ليه؟ هو أهم حاجة يبسط القاعدة العريضة من البسطاء والعوام، يقولك الله يا سلام. ما أنا فعلا أنا لو جبت واحد زي ابن عثيمين وقعدت الوقت في وسط مليون من العوام البسطاء وقعد يتكلم فيه ملخش. لو جبت له بقى واحد قصاص مبتدع قعد بقى يجيب له الغزالة لما راحت وكلمت كله كلام دجل طبعا، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل إبليس ودخل عليه إبليس وبقول له طبعا كله كلام ما حصلش، تلاقي الناس الله الله يا سلام الراجل ده بالله عطولنا على طول عطولنا على طول. يجيب لك ايه يجيب لك ايه؟ وده الجهل بقى يا جماعة، الجاهل لا يدري ما يصلحه مما يفسده والعياذ بالله جل وعلا. الجاهل ما يستطيع التمييز بين الشيء الذي يصلح والشيء الذي يفسد لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. إنما الإنسان لما يكون على وعي وتربى في بيئة بتفهم العلم الشرعي، مش شرط يكون حصل على كلية كذا ولا حصل على كيت ولا على علوم شرعي، لا، بس بيدرس وبيقرأ وبيذهب للمشايخ ويتعلم، بس مش أي مشايخ مش أي مشايخ، لأن بقول لكم كثير الوقت يا أصنام ترمي بشر من أفواه. لذلك رأينا التفجير والتكفير والتبديع والتفسيق والأحزمة النسفة، والطرف الآخر رأينا الدروشة والرمي على الأعتاب بتاع الأضرحة وتقبيل الأقدام ودعاء الموتى والاستغاثة بالأموات حتى لو كان الضريح فيه مؤاخذة يعني حيوان ميت يعني خلصت. ولذلك أنا أدعوكم لأنكم يعني تهتموا جدا بالفقه، الفقه يا جماعة، الفقه العقيدة بعدين الفقه، العقيدة والفقه بالتوازي. وبعدين خلي بالكم جدا أنا بقولها لكم هو يعني حاولوا ما يعني ما تأخذوا المادة العلمية إلا من متخصص، من متخصص، فاسألوا أهل الذكر. خلاص